بونسوار تو الموند، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم اون ريسيت تاع لي بان برجر. فوالا الوغ بور رياليزي هاد لاباط، واش نسحقو؟ نسحقو 50 غرام دو بور، نسحقو 20 غرام دو سكر، نسحقو ججلان باش بور لا ديكوراسيون. عندنا هنايا زوج مغارف كبار تاع لا ليفور بولونجير، عندنا 9 غرام دو سيل، عندنا حبه بيض، كاس حليب ونص كاس تاع الماء، 560 غرام تاع لا فارين. فوالا عندنا هنا 50 غرام تاع الزبده، 20 غرام تاع السكر، ججلان باش للتزيين. عندنا هنا زوج مغارف كبار تاع العشاء تاع خميره الخبز، عندنا هنا 9 غرامات تاع الملح، عندنا حبه بيض، كاس حليب وكاس ماء. فوالا باش نبداو واش راح ندير؟ راح نجيب كاسرونه، راح ندير فيها باردون الحليب، فوالا، ونزيد له هذاك الماء، ونزيد 50 غرام تاع الزبده، وراح ندوبهم كامل كيف كيف. فوالا هذوما راح ندوبهم كامل كيف كيف. الزبده والحليب راهم يدوبوا لي. انا دوكا واش نروح ندير؟ عندي هذيك 560 غرام تاع الفارينه، نجيب لو بول تاعي، راح ندير النص تاع لافارين هنايا هكذا، راح ندير النص تاع لافارين تاعي في لو بول هاي ليك، راني قسمتها على زوج. من بعد نروح نزيد لها الخميره والسكر باش هذيك الخميره تتفاعل، ونروح نخلطهم. درت هاد لو كروشي باش نعجن به. فوالا دوكا نخلطهم، حتى يتخلطو مليح، كي يتخلطو لي شويه برك باسكو ما عندنا حتى اليمون هنا باش يتعجنو، راح نزيد هذيك شويه تاع الملح، لي 9 غرام تاع الملح، نخلط بغير بالعقل، نزيد لهم هذيك الحبه تاع البيض، ها ونخليها تتخلط مليح. راني ذوبت الحليب والزبده تاعي مع الماء. فوالا خليت هاي اللي كيذوب الزبده ها هي. فوالا دوكا واش نروح ندير؟ نروح نزيدو لهذاك العجين الفارينه تاعي اللي راهي تتعجن، نزيدو غير بشويه هكذا، نكمل نزيدو. فوالا درتو كامل، دوكا راح نخلطهم مليح. بعد ما خلطهم مليح شوفوا نوري لكم كيفاش جا. لا مواتي تاع لا فارين مع الخميره الملح والماء الحليب والزبده. فوالا دوكا واش نروح نزيدو؟ نروح نزيدو النص تاع النص تاع لا فارين اللي خليناه، لا مواتي تاع لا فارين اللي خليناها. راح نبدا نزيد هاد الفارينه اللي خليتها غير بالعقل. فوالا نزيد بشويه ونخلط مليح. دوك من بعد ما تخلط لي هاد الفارينه وتدخل كامل، راح نزيد نكمل هاد الفارينه. نروح نزيد الفارينه لا دوزيام بارتي تاع لا فارين، شاك فوا نزيد لا فارين نخليها تخلط مليح باش نزيد الفارينه الاخرى. دوك راح نزيد الفارينه هذه كامل، راح نزيدها ونخلط مليح. راح نخليها تتعجن بوندون 2 مينوت ولا 3 مينوت ابري نحبس. بعد ما خليتها نعجنت لي
زوج دقائق حتى ثلاث دقائق فوالا العجينه تحصل عليها إلاستيكي وطريه هاي ليك فوالا. شوفوا دوكا راح نخليها تريح خمس دقائق ابخي مور خمس دقائق نعاود نولي لكم. راني عاودت وليت بعد ما خليتها ريحت خمس دقائق. شوفوا كيفاش ريحت مليح كيفاش طلعت. دوكا نروح ندير دي بول صغار راح تخرج لكم هذه من 10 حتى ل 11 سا ديبون نتوما شحال تحبوا الحبه كبيره ولا صغيره ولا انا راح نديرها موين ابخي هي تزيد تخمر وتكبر الوغ سي بور سا راح نديرها موين ماشي كبيره وماشي صغيره باش تخرج لي 10 حبات الوغ 10 خبزات فوالا باردون. دوكا نروح نفورميها ابخي نوريكم كيفاش كيفاش نفورميها ونحطها. هامليك الخبيزات تاعي بعد ما فاصونيتهم فوالا خرجوا لي 10 حبات. دوكا راح نزيد نخليهم يريحوا 5 دقائق واحد اخرين. كي يريحوا 5 دقائق واحد اخرين كي يطلعوا راح نبلاطيهم بلا بوم دو لاما راح ندير لهم هكذايا هكا نعبز عليها حتى تحبط شويه شويه برك ماشي بزاف باش يولوا لي غون. كي نخليهم 5 دقائق دوكا ومن بعد يطلعوا نابلاطيهم بلا بوم دو لاما راح نخليهم يزيدوا يريحوا 30 35 دقيقه ومن بعد نطيبهم. بعد ما خليتهم يريحوا 5 دقائق واحد اخرين دوكا باش نروح ندير كيما كنت نقول لكم مقبل دوكا بلا بوم دو لاما باردون بلا بوم دو لاما راح نحبز عليهم هكذا. شتو كيفاش هايليك هكذا باش تشوفوا مليح هكذا نزيدو هادية راني حبطتهم كامل نسيت هادي راني حبطتهم كامل. دوك هكذا كيما راهم راح نخليهم يخمروا 35 دقيقة 35 دقيقه 30 حتى 35 دقيقه راح نغطيهم ونخليهم يخمروا غير يخمروا لي وتجوز لي هذيك 30 دقيقه راح نطيبهم ديريكتومون ندير لهم برك الججلان من الفوق مع شويه صفر تاع البيض ونطيبهم. كوكو لي زامي الوغ ابري ما جات لي 30 دقيقه نص ساعه هاملي كيفاش طلعوا لي لي برجر تاعي مالا. دوك عندي هنا جون دوف وحده درت لها شويه تاع الحليب كويغا سوب راح نبادي جونيهم كامل من الفوق هكذا فوالا. بعد ما بادي جونيتهم كامل دوكا راح ندير لهم لي غران دو سيزام ججلان شويه برك من الفوق إلا تحبوا الجلدان تقدروا ديروا بزاف نورمال نديرهم كامل وندخلهم يطيبوا 15 دقيقة 180 درجة 180 دوغري فوالا ندخلهم يطيبوا هاي ليك 15 دقيقه 180 فوالا مون بان برجر الله الله يبارك. شوفوا كيفاش طاب مازالو سخون دوك نخليه يبرد ومن بعد نوريكم كيفاش نديرو لافارس. شوفوا من تحت كيفاش طايب هاوليك فريمون ما شاء الله. شوفوا بعد ما برد فوالا شوفوا كيفاش جا من الداخل شوفوا شتو كيفاش طري وهايل وما يسحقش بزاف لي زانغريديون فوالا ويجي طري من الداخل وطايب مليح وماشي معجن. لافارس لداخل واش راح ندير راح ندير فيون داشي معدنوس حبه بصل مرحيه فلفل كحل
وحبابيط، راح نخلطهم كامل. ابخي ندير دي غالات ونقليهم نورمال. هذيك لي غالات تبعي تاع لا فيون تاشي بعد ما كملتهم كامل، دوك نروح نقليهم في الزيت. فوالا لازم يكون الزيت بزاف باش يغطسوا لداخل ويتقلاو مليح. فوالا واش راح ندير من الداخل، داخل لي بامبرغر. انا خيرت هذا الفرماج تاع فرماج يجي اون باغ وقطعتها ودرت تخوا هنايا. راح ندير سالاد فوالا، ومن بعد ندير غاليت فيون داشي، ابخي نزيد اون طوماط كوم سا، ابخي نزيد لو فرماج كاري باردون. مالا هاوليك هكذا يجي، ونغلق عليها من الفوق. مالا لو برجر تاعي راه واجد. جيسبر تي ولا روسيت ان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش تخلو لي ابوني في لاباج. بصحتكم وبون ابيتي.